دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها انطلاق قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي اللي هتجمع مجموعة كبيرة من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في العاصمة الصينية، وبيمثل المنتدى اللي أصبح الآن في نسخته التاسعة آلية التنسيق الرئيسية متعددة الأطراف بين الدول الإفريقية والصين، بالإضافة لمنصة تعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق. بيشارك في القمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، هيتم تكريم المتفوقين في المدينة بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على هامش العظة الأسبوعية لقدسته بالكاتدرائية المرقسية بعروس البحر المتوسط. النهاردة تبدأ فعاليات المؤتمر الأول لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة عين شمس، وده على مدار يومي الأربعاء والخميس 4 و5 سبتمبر 2024. بيشهد المؤتمر حضور أبرز أطباء الغدد الصماء والباحثين والعاملين في مجال الرعاية الصحية من مختلف أنحاء مصر بهدف مناقشة أحدث التطورات في مجالي الغدد الصماء والسكري. كذلك يهدف المؤتمر لتعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة بين الخبراء في هذا المجال، وهيشارك به متحدثين بارزين من تخصصات متنوعة بما فيها العناية المركزة وأمراض النساء والأشعة والمناعة.